حضرتك في الوزن الزايد بتاع الحكام، يعني في ملحوظ ان الحكام وزنهم زايد في الدوري المصري صح؟ مش وزنهم بس، امال ايه؟ وزنهم وكل حاجه يعني. يعني اول حاجه ما ينفعش يتقال عليهم حكام طبعا. السنه الحكام المفروض السنه قبل ما يحكموا يتعمل لهم اختبارات ويبقوا دارسين لغات عشان لما يجوا يسافروا في كاس عالم. في حكام معينين انت شايفهم ان هم لازم ينزلوا في الوزن، وفي حكام معينين شايف ان هم رشقاء، ولا عشان انت شايف ايه؟ واحد زي جاج ريشه ده ممكن نقول عليه حكم، لكن نور الدين ده مش حكم خالص اساسا. طبيعه جسمه ممكن يكون زايد وزايد، بس عنده لياقه مش مشكله. بيأثر يعني. انت شايف حكام معينين ان جسمهم زايد ولا ما اعرفش اسماء الحكام، لكن اعرف اللي قدام اللي بيحكم كل حاجه في مصر غير تيجي على الحكام يعني زاد كتير. في حكام معينين كده يعني حضرتك شايفهم زايد؟ احنا مش هنحدد باسامي، ما لناش دعوه بالاسامي والكلام ده. احنا عندنا 3-4 حكام حلوين قوي، بعد كده ما عندناش حكام. فعلا مش كلهم بس معظمهم يعني، حتى الجري واللياقه البدنيه ضعيفه منهم. ده بيسبب ازمات تحكيميه كتير كتير، ولسه شايفين ماتش الزمالك يعني ازمات كتير جدا، وده اللي عامل مشاكل في الدوري المصري. طبعا لازم يكون في لياقه بدنيه، ولازم يكون في اختبارات، ولازم في معينين كده. وفي حكام تانيين تحس ان هم رشيق في الملعب. طبعا سمير عثمان من الناس سمير عثمان طبعا من الناس المحترمه جدا، محافظه على وزنها ومحافظه على لياقتها. تعال شوف امبارح ابراهيم نور الدين في ماتش الجونه امبارح مش قادر يمشي، كان وزنه قليل قوي وعمره كبير وبيجري وشوف اللعيبه بيحكي كويس قوي. اللياقه بتاعته يعني المصري يعني بيرجع اللياقه، مفيش اهتمام من اتحاد الكره والمحكمين يعني. طبعا الاكل المصري بقى، وسيبك من الاكل والكلام ده كله، مفيش اهتمام بالحكام كتير قوي. فين مفيش لياقه؟ مفيش برامج بتتعمل لهم، مفيش اي حاجه خالص. لا احنا المحشي ده الشعب المصري، حله المحشي اساسي يعني. اللي محافظ على نفسه شويه جهاد جريشة، اللي قوامه يعني متناسق شويه خد بالك، انما برضو اوقات بتيجي. ما انا عارف الحكم مونديالي كمان مش دولي بس، انما المشكله ان هو كمان بتبقى فنياته احيانا بتبقى ضعيفه جدا.